أهلا بكم. قرار مجلس الأمن بوقف الأعمال القتالية في سوريا ولمدة 30 يوما دخل حيز التنفيذ نظريا لا أكثر. كل سبل النجاة مسدودة في وجه مرضى وجرح الغوطق، فلا ممر آمن بل لمكان آمن. قبل القرار كان الناس في الغوطة ينتظرونه بفارغ الصبر، فهو بالنسبة لهم مسألة حياة أو موت، هو الآن مسألة موت فقط. الغوطة اليوم تواجه أكثر الحملات تدميرا في تاريخ سنوات الحرب السورية، وكل طرف يلقي باللائمة على الطرف الآخر. بدا القرار الأممي وكأنه مجرد طلب، من شاء فليؤمن بالهدنة، من شاء فليكفر بها، ولا فرق، إذ لا ثواب ولا عقاب في كلتا الحالتين. حتى هدنة الخمس ساعات التي حاول أمراء الحرب ميدانيا تجريبها لإيصال المساعدات الإنسانية سقطت هي الأخرى في أول اختبار. قراءة ترى أن لا معنى لإجماع مجلس الأمن الدولي على إقرار هدنة في سوريا من دون الإجماع على آليات صارمة لفرضها على الأرض، وأخرى تجزم بأن ذنب غوطة دمشق لا يعد كونها آخر جبهات النظام ومعارضته المسلحة من جهة، وآخر جبهات الصراع الإقليمي والدولي في سوريا من جهة ثانية. لمحللين نحن أيضا في قابل النقاش وجهات نظرهم من المستنقع السوري وتوقعاتهم لقادم أيام الأزمة المستفحلة في حلقة بعنوان الغوطة وسط القصف والحصار بعد القرار الأممي وبوقف إطلاق النار. يشاركنا في التحليل والنقاش من باريس ينضم إلينا دكتور رامي خليفة العلي الباحث في الفلسفة السياسية، من موسكو معنا الصحفي والمحلل السياسي الروسي يفغيني سيدروف، ومن لندن ينضم إلينا السيد إياد أبو شقراء الكاتب والمحلل السياسي. كما تعودنا إذا نبدأ الحلقة بتساؤل واحد يتطلب إجابات مختصرة، مأساة غوطة دمشق بسبب موقعها الجغرافي أم بسبب تفاقم الاستقطاب وتعارض الأجندات؟ أبدأ معك دكتور رامي. الأمران مع النوفر، بسبب أهمية الاستراتيجية كونها في محيط دمشق، وبكون أن التوازنات الدولية والإقليمية الموجودة على الساحة السورية حشرتها في الزاوية بدون أي غطاء إقليمي أو دولي. سيد يفغيني، أنا أعتقد بأن السبب الرئيسي طبعا هو الموقع الجغرافي والسياسي، لأن النظام ومعه سوريا يدركان تماما أن القضاء على من تسميهم بالإرهابيين في هذه المنطقة في هذا المحيط ربما سيكون إجراء أو خطوة حاسمة في مجرى الحرب السورية بأكملها. أستاذ إياد، الأمران معا، موضوع غوطة دمشق حساس جدا بالنسبة لمصير العاصمة السورية، ومن ناحية أخرى أعتقد أن الخريطة المعدة لسوريا التي يشارك فيها لاعبون إقليميون وكبار بانتظار الإنجاز، وبالتالي الغوطة جزء من السيناريو. لهذه الأجوبة براهين نستفيد فيها بعد حين. بالكاد اتفق الخمسة الكبار في مجلس الأمن الدولي على مقترح قرار الهدنة في سوريا. مشروع القرار المقدم من عضوين غير دائمين كاد يعصف باجتماع مجلس الأمن، نجا بجهد جهيد من الفيتو الروسي الذي تكسر على صخراته الصلبة أكثر من قرار دولي في تاريخ الأزمة السورية المستفحلة. قرار وقف الأعمال القتالية لا أثر له حتى الآن على الأرض، ففي الشمال أعلنت تركيا أنها غير معنية به وتواصل قصف عفرين وما جاورها بزعم الحرب على إرهاب كردي يهدد المكون التركي على طول الحدود مع سوريا. هو حبر على ورق أيضا في ريف دمشق وتحديدا في الغوطة الشرقية، حيث ضاعف طيران النظام وحلفائه القصف الجوي على ما يعتبرونه آخر تمركز للمعارضة المسلحة يتصدرها جيش الإسلام. ذريعة النظام أيضا أن القرار الدولي لا يشمل الحرب على الإرهاب. قرار مجلس الأمن جاء لإنهاء معاناة نصف مليون مدني في الغوطة يعيشون حصارا خانقا ومطبقا على كل بلدات وقرى ريف دمشق منذ اندلاع الحرب في سوريا، لا مفر من الضربات الجوية. أما الماء والغذاء فينتظران مثل الدواء أن تجد الإرادة الدولية أذنا غير صماء. نقاشنا يبدأ الآن. نبدأ الحوار من باريس معك دكتور رامي. دكتور، لماذا الغوطة الشرقية؟ لماذا الآن؟ لماذا تترنح الهدنة رغم كل الزخم لإيجاد إجماع لوقف إطلاق النار من المجلس الأمن كان بشق الأنفس؟
أهلا بك نوفل، تحية لك ولضيوفك ولمشاهديك الكرام. باعتقادي أننا يمكن أن نتحدث عن أكثر من مستوى. المستوى الأول هو أهمية منطقة الغوطة بكونها في حزام دمشق، وبالتالي لها أهمية استراتيجية بالرغم من أن القوات التابعة للنظام والميليشيات الإيرانية مع التحالف الروسي كانت تعمل في مناطق أخرى، ولكن كانت العين دائما على الغوطة بسبب قربها من العاصمة وقربها من مركز صناعة القرار السياسي والإداري في سوريا. هذا هو المستوى الأول. المستوى الثاني الحقيقة، خلال الأشهر القليلة الماضية تكرست في سوريا مناطق نفوذ الولايات المتحدة الأمريكية متواجدة في منطقة الجزيرة السورية، وهي تدافع عن منطقة نفوذها. كما تعلمين قبل عدة أسابيع فقط قامت بضرب وحدات تابعة للنظام وللروس في شمال غرب سوريا، هناك منطقة نفوذ تركية، وبالتالي تجري عملية غصن الزيتون، وبالتالي هذه المنطقة الحقيقة خاضعة لمنطقة النفوذ الروسي الإيراني والنظام أيضا، وبالتالي روسيا تريد أن تطهر هذه المناطق. المستوى الثالث وهو مستوى القرار الأممي، باعتقادي أنه لا يتعدى الضغط السياسي والإعلامي، ولكن هنالك ضوء أصفر من المجتمع الدولي أو على الأقل من الأطراف الإقليمية والدولية للجانب الروسي. لذلك وجدنا القرار 2401 خالي من أي وسائل الضغط، لم يأتي تحت الفصل السابع، حمل عبارات فضفاضة استغلها الجانب الروسي. لذلك لا أعتقد أن هنالك إرادة دولية لحماية منطقة الغوطة، وسوف يتكرر سيناريو حلب في منطقة الغوطة. نعم أستاذ يفغيني، السيطرة على الغوطة تعتبر حجر زاوية بالنسبة لروسيا وبالنسبة للنظام السوري، وبالتالي يعتبر بحسب عدد من المحللين أنها وكأنها فوز نوعا ما بالحرب وعلى مناطق أكبر للسيطرة عليها. هل من وجهة نظرك أخطأت هذه الحسابات؟ إذا ما قرأنا اليوم ما قاله وزير الخارجية سيرغي لافروف منذ قليل أنه لا يعارض، أن موسكو لا تعارض إخراج مسلحي جبهة النصرة من الغوطة الشرقية. نعم، أعتقد ما قاله لافروف يعكس بالفعل الواقع ويعكس حقيقة الموقف الروسي. هناك يعني أقوال كثيرة في الفترة الأخيرة خلال الأيام الماضية بأن ما يحدث الآن في الغوطة الشرقية وما يمكن أن يحدث أو قد يحدث فيها في الأيام القليلة القادمة يعيد إلى الأذهان ما حدث في حلب، ولكن بفارق واحد وهو أن حلب بالرغم من أهميتها إلا أنها تقع يعني على مسافة بعيدة نسبيا من العاصمة دمشق. أما الغوطة الشرقية وكما قلنا جميعا فإن موقعها الجغرافي والسياسي مهم وربما حاسم من حيث يعني نتائج التطورات العسكرية في سوريا بوجه عام. وبالتالي أعتقد بأن موقف روسيا الآن يقوم على ضرورة القضاء على ما تسميه وما تعتبره روسيا من جيوب المقاومة، وهي ربما ليست أخيرة ولكنها قوية جدا فيما يتعلق بتواجد عناصر للتنظيمات الإرهابية، منها بالدرجة الأولى هي تحرير الشام وفصائل أخرى كان يبدو في البداية أو منذ أشهر أنها ربما تشارك وحتى تنضم إلى عمليات أو إلى منصة أستانا على سبيل المثال، ومنها جيش الإسلام وغيره. ولكن التطورات الأخيرة في الغوطة الشرقية بيّنت برأي روسيا أن هذه الفصائل تقريبا تتخذ موقفا مماثلا لهيئة تحرير الشام، وهذا ما ربما أعطى الضوء الأخضر بالنسبة للنظام ولروسيا للانتقال إلى مثل هذه العمليات. ولكن هناك ملاحظة مهمة وهي ربما تفسر حقيقة موقف روسيا، وهي أن هذه الضربات التي تقوم بها الطائرات سواء السورية كانت أو تابعة لروسيا ليست إلا ردا على ما تعتبره موسكو استفزازات من جانب هذه الفصائل ومنها هيئة تحرير الشام. هذا أولا. ثانيا، روسيا طبعا ترى أن الصور والمعلومات العامة والأنباء الأخيرة الواردة من الغوطة لا تعكس الواقع، وهناك مبالغة شديدة جدا سواء في عدد الضحايا أو في تدمير المنشآت المدنية في هذه المنطقة. يعني موسكو سبق معك في نقطة، يعني تكذب كل التقارير التي تخرج من المنظمات الأممية، ولكن سبق معك في نقطة، تبرير روسيا لما تقوم به الآن في الغوطة هو طبعا موقعها الجغرافي وأيضا الاستفزازات التي تعتبر مهددة لها وللنظام السوري
من قبل الفصائل المسلحة. ماذا سيد يفكيني عن الحجر الأسود، عن مخيم اليرموك، عن حي القدم وهي في قلب العاصمة السورية دمشق وهي داعشية، لماذا لم تحاربها روسيا هناك؟ روسيا ربما لا تحاربها لأنها أولا تثق ببعض التقارير التي كانت قد وردت إليها منذ زمن بعيد نسبيا، وهذه التقارير برأي روسيا لا نعرف من أي مصادر جاءت، ولكنها بيّنت أن داعش أساسا ليس لها وجود قوي في هذه المنطقة حتى في اليرموك، وربما كانت هناك معلومات أخرى لا يكشف عنها، ولكن يبدو أن روسيا تميل إلى الاعتقاد بأن ما يحدث هناك ربما يؤجل التعامل معه إلى وقت لاحق. الآن التركيز على الغوطة الشرقية، ولكن اليرموك أعتقد بأنه مشمول بالقرار 2401 الأخير الذي تبناه مجلس الأمن الدولي. عموما هذا القرار برأي روسيا يجب أن يشمل كافة مناطق المناطق السورية، ولكننا نرى أن هذا لا يحدث. طيب أستاذ إياد، حتى نعود إلى أهمية الغوطة معك، الغوطة بمحاذاتها تمر خط إمداد من إيران إلى حزب الله من مطار دمشق عبر القلمون الغربي وصولا إلى ضاحية الجنوبية لبيروت، هي أيضا فيها النهر، نهر بردة، وهو أيضا استراتيجي بالنسبة لكل الفصائل ولكل الأطراف. الآن كيف يمكن أن نفهم كل هذه التحركات التي حدثت، وخاصة بعد إعلان وزير الخارجية الروسي أنه مستعد اليوم أن يفتح بابا لجبهة النصرة لتخرج من الغوطة؟ لأبدأ بنهاية كلامك نوفل، أعتقد كلام سيرجي لافروف هو يقصد منه كلام حق يقصد منه باطل الحقيقة. لا يريد هو بالضرورة خروج فقط النصرة، وإذا كان هناك جماعات متطرفة يعتبرها إرهابية، هو يريد خروج السكان عمليا. أحسننا الظن كثيرا كمراقبين وكمحللين سياسيين منذ البداية، منذ الفيتو الروسي الأول عندما كانت موسكو تقول أن الحرب في سوريا هي حرب ضد الإرهاب فقط، وأن روسيا ليست مع النظام ولكنها تقاوم الإرهاب. ولكن بعد ذلك اكتشفنا فيتو بعد فيتو وتحرك بعد تحرك ثم مشاركة عسكرية ميدانية بحميميم وغير حميميم، أن موسكو تعتبر بقاء هذا النظام هدفا استراتيجيا، وإعادة تركيب سوريا ديموغرافيا جزء من هذه الخطة. الكلام الدبلوماسي من سيرجي لافروف وغير سيرجي لافروف لا يغير في الحقيقة شيئا. إخراج سكان شرق حلب، إخراج سكان بابا عمر من حمص، إخراج سكان حي الوعر من حمص، إخراج سكان وادي بردة، وإخراج سكان دارية والمعظمية، كل هذه الأمور تصب في اتجاه واحد فقط، وبعد من الممكن أن ننمق الكلام ونتجاهله. موضوع بقاء النظام يعتمد على إزالة كل ما يمكن أن يهدد وضعه الاستراتيجي، والجنوب السوري هو المحور الآن. بالزمان سئل الرئيس السوري السابق أديب الشيشكلي عن تمرد حلب، فقال لهم حلب ذيل الحية، ذيل الأفعى، رأس الحية الجنوب حوران، لأنه العمق الحلبي عمق غير عربي، عمق تركي، بينما العمق الجنوبي عمق عربي، والنظام موجود في دمشق ويبدأ النظام ويستمر وينتهي في دمشق. وبالتالي تأمين دمشق وربطها ليس فقط بمحور طهران بغداد بيروت، ولكن تأمينها ديموغرافيا، تغيير تركيبتها، نسيجها الاجتماعي والسكاني والطائفي، هذا جزء أساسي من الاستراتيجية. دكتور رامي، بما أن تحدثنا عن حلب مع أستاذ إياد وهذا التهجير القسري، سيرجي لافروف في تصريح سابق قال أن تجربة تحرير مدينة حلب قابلة للتطبيق في ريف دمشق، هل نحن أمام نفس السيناريو الذي حدث عام 2016؟
بعتقد أن نوفر أن هذا الكلام يحمل الكثير من الدقة بالنظر إلى الاستراتيجية التي نشهد وصولها الآن في منطقة الغوطة. يتم عزل المنطقة وهذا تم خلال السنوات الماضية، كما تعلمين فإن منطقة الغوطة محاصرة منذ العام 2013، ومن ثم ضرب نقاط الضعف في هذه المنطقة. بلدة الشوفينية تعرضت إلى الكثير من القصف خلال 72 ساعة الماضية، أيضا محاولة عزل المناطق بعضها عن بعض. كان هنالك محاولات من قبل القوات الخاصة التابعة للنظام السوري لعزل منطقة دوما عن منطقة حرستا. أيضا نفس حتى الادعاءات على المستوى الإعلامي والسياسي موجودة بأن هنالك حرب على الإرهاب، ولكن في نهاية المطاف باعتقادي أن روسيا تريد أن تقوي مناطق نفوذها والمناطق أيضا بالتعاون مع الجانب الإيراني. لذلك باعتقادي أن سيناريو حلب يتكرر على الغوطة دمشق، بموافقة إذا شئت بموافقة ضمنية من المجتمع الدولي الذي لا يتحرك بشكل فعال، لا عبر قرارات مجلس الأمن ولا حتى عبر خارج مجلس الأمن. عندما شعرت الولايات المتحدة الأمريكية أن مناطق نفوذها تتهدد، قامت بقصف الميليشيا الإيرانية وحتى بعض القوات الروسية في الشرق السوري. أيضا تركيا عندما شعرت بأن نفوذها يتهدد قامت بعملية عسكرية. لذلك باعتقادي أن هنالك موافقة ضمنية على أن هذه المنطقة خاضعة للسيطرة الروسية الإيرانية، وبالتالي لروسيا مطلق اليد في العمل في هذه المنطقة. لذلك شهدنا أن ردود الفعل من المجتمع الدولي ما بين ظفرين أو حتى مجلس الأمن هي ردود ضعف، ردود فعل إعلامية وسياسية ليس أكثر من ذلك. نعم أستاذ يفجيني، بما أن هناك تمييز في المناطق التي تحاربها روسيا والتي فيها فصائل تسميها إرهابية وفصائل مسلحة، إذا ما أجبر المقاتلون على الخروج إلى إدلب، هل ستذهب أيضا إلى إدلب روسيا لمحاربتهم هناك؟ ما هذه المنطقة هي ليست من اهتماماتها، كيف هي الاستراتيجية التفاضلية في محاربة الإرهاب بالنسبة لروسيا؟ لا، أنا أعتقد أنه بعد التطورات في الغوطة، إذا ما تم يعني تقدم من منظور روسيا طبعا في هذا الأمر، وإذا انسحب المدنيون ومن ثم ربما المسلحين الذين تعتبرهم روسيا إرهابية من هذه المنطقة، بطبيعة الحال المرحلة القادمة من الصراع سوف تتحول إلى إدلب. ولكن أنا باعتقادي أن هناك إمكانية واحتمال شديد جدا فيما يتعلق بإمكانية التوصل إلى تفاهم مع تركيا، باعتبار الأخيرة مسؤولة عن هذه المنطقة وفقا للاتفاقات التي تم التوصل إليها فيما يتعلق بمناطق خفض التصعيد، خفض التوتر، رغم أن هناك خروقات يعني عديدة جدا لهذه الاتفاقات، ورغم أن كل يوم يعني أي يوم لا يمر بدون أنباء بشأن خروقات عديدة، إلا أن مناطق خفض التصعيد برأي روسيا وبالمناسبة تركيا ربما شطرتها هذا الرأي القائل بأن مهما كان من أمر، إلا أن وجود هذه المناطق دل على أن مستوى التصعيد انخفض ولو بشكل ربما نسبي، وهذا ما تشير إليه بالمناسبة عدد من الدول الغربية التي تعترف أيضا بانخفاض مستوى المجابهة في تلك المناطق. وبالتالي أنا أعتقد بأن قضية إدلب والمعارك ربما المحتملة حولها حتى إذا كانت تدور هناك فهي ستكون بحجم أقل منه مقارنة مع مناطق أخرى، وهذا بنتيجة إمكانية كما قلت إمكانية التوصل إلى تفاهم بين روسيا وتركيا بشأن هذه المنطقة. بعد الفاصل سنعود وسنركز على نقطة ذكرها أستاذ إياب منذ قليل، وهي التغيرات الديموغرافية والطائفية في سوريا، ولكن بعد الفاصل ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد، أعود في الحوار مع أستاذ إياد. أستاذ إياد، قبل الفاصل كنت تحدثنا عن التغير الديموغرافي الذي تشهده سوريا اليوم، لن تكون مثل عام 2011 وما قبلها، وفي إحدى مقالاتك ذكرت أن هناك مؤامرة ديموغرافية على سوريا، ما هي فصول هذه المؤامرة، من هو خلفها وما هي نتيجتها؟ أحد الأمريكيين الأكاديميين الأمريكيين المتعاطفين مع النظام السوري كتب ذات يوم يقول
ليس هناك غالبية سنية عربية في سوريا. قد يكون هناك غالبية سنية لكن ليست كلها عربية. وهذا كلام مهم جدا للقراءة في الواقع الديموغرافي لسوريا. نظريا على الورق يشكل أهل السنة والجماعة حوالي 75% من سكان سوريا والباقي ليسوا كذلك. ولكن من ال 75% هناك العرب طبعا، وهناك الأكراد، وهناك التركمان، وهناك الشركس، وهناك فئات عديدة أخرى. إذن هناك معادلة للقول أن سوريا بلد أقليات، ليس هناك فيها أكثرية واضحة، وبالتالي لا يحق لأي تيار إسلامي سياسي أن يحكم. طبعا هذا صحيح، وسوريا لا يمكن أن تستقر بنظام طائفي على الإطلاق، كان سني أو غير سني. سوريا يجب أن تقوم على نظام لا طائفي ويحترم حقوق الجميع بالتساوي، ويحترم التنمية المتوازية بكل مناطق سوريا، عربية أو غير عربية، مسلمة وغير مسلمة، بغض النظر عن هذه الموضوع. ما يحصل الآن أن لدينا نوع من التهجير الممنهج منذ 2011، حصل نوع من التهجير الممنهج. المدن الكبرى وهي مدن فيها غالبية سكانية سنية كبيرة شهدت أعمال تهجير ضخمة، حلب وحمص ودمشق ودير الزور والرقة ومناطق أخرى. إذن هذه ليست عملية اعتباطية، ليست عملية عفوية، وهناك نية بإجراء نوع من الجراحة أو الهندسة الديموغرافية لسوريا، وهذه رأيناها بالعراق أيضا. يعني ليست عبثية ما حصل بموضوع الموصل وموضوع الفرات الأوسط، منطقة من الفلوجة غربا إلى الحدود السورية إلى البوكمال. هذا الأمر علينا أن ندرسه بشكل من دون انفعال ومن دون غضب، ولكن علينا أن لا يخدعننا أحد في أن ما يحصل عملية بسيطة وعفوية. أنا أعتقد أن التطرف لا يمكن أن ينشأ إلا بهذه الأجواء، خصوصا أن من يقاتل على الأرض الميليشيات الإيرانية، الميليشيات الإيرانية كلها ميليشيات مذهبية وطائفية. الشعارات التي تطرحها روسيا بتنقلها المباشر أيضا تحمل بطياتها تفاصيل غير مريحة. موضوع وجود داعش فجأة وانهيار داعش فجأة أيضا يثير علامات استفهام. استثمار وجود داعش والنصرة بالطريقة التي تستثمر فيها، والتي كما تفضلت اليوم الآن عندما سألت الأستاذ ضيفك من موسكو أنه لماذا لا تهاجم الجيوب الداعشية في المناطق الأخرى، يعني في الحجر الأسود ومخيم اليرموك وحتى بجنوب الجولان، جنوب غرب الجولان، هناك نقاط صغيرة فيها وجود داعشي كما يقال، وطبعا بمنطقة الفرات ما يزال هناك وجود داعشي. لماذا لا تستهدف هذه الفئات؟ داعش ذريعة ممتازة ومناسبة جدا لموضوع التطهير الطائفي وإعادة بناء الجغرافيا الديموغرافية الجديدة لسوريا. كما حصل بالعراق أيضا بموضوع الموصل وموضوع الأنبار. دكتور رامي، بناء على هذا الكلام، ما تعيشه سوريا من تغيرات ديموغرافية طائفية إثنية في نسيجها الاجتماعي والبشري هو حقيقة، هو واقع اليوم. ما طبيعة هذه التغيرات؟ ما نتيجتها؟ وكيف ستكون الخارطة الديموغرافية لسوريا بعد سنوات؟ بالإضافة طبعا إلى ما ذكره الأستاذ إياد، باعتقادي أن هنالك استراتيجية ممنهجة منذ بداية هذا الصراع. تم تفريق أحياء كثيرة من مدينة حمص في بداية الثورة السورية، بابا عمرو على سبيل المثال، ثم انتقلت التغييرات الديموغرافية بحسب أهمية المنطقة من الناحية الاستراتيجية. إذا ما عدنا إلى مناطق المعظمية ودارية، مناطق في القصير على سبيل المثال تم تهجير سكانها وتم إحلال سكان يتبعون طائفيا إلى حزب الله على سبيل المثال. أيضا الآن الأنظار موجهة إلى محيط دمشق، وبالتالي هنالك رغبة بدأ فيها النظام حتى قبل الثورة السورية. هنالك أحياء تم إنشائها ذات طابع مذهبي معين وذات طابع طائفي معين خلال السبعينات والثمانينات والتسعينات، واستمر ذلك. الحقيقة الحرب التي اندلعت والثورة السورية سرعت من هذه العملية بشكل كبير. دارية على سبيل المثال تم مهاجمتها كما
يحدث الآن في منطقة الغولة، تم حصارها على مدى فترة طويلة، تم تجويع سكانها، وبالأخير وفي النهاية تم الاتفاق على خروج المقاتلين وخروج السكان. وعندما خرج الجميع جاءت إيران بعناصر وبعائلات وبطبيعة سكانية معينة تتبع لها بشكل مباشر، باعتقادي أن سيناريو دارية سوف يتكرر في مناطق كدومة وحرستة، وبالتالي سوف يتكون حزام محيط بدمشق موالي من الناحية للأسف من الناحية الطائفية والمذهبية لإيران على وجه التحديد. وباعتقادي أن إيران ربما هي صاحبة الدور الأكبر، لأنها قامت على سبيل المثال بنقل بعض اللاجئين الأفغان إلى سوريا كأفراد أولا للقتال ضمن الميليشيا الموجودة على الأرض السورية، ثم بدأ انتقال العائلات، تم الاستيلاء على عقارات كثيرة في محيط دمشق. هذا جزء. الحقيقة كلما ابتعدنا عن دمشق وكلما ابتعدنا عن المناطق الاستراتيجية يخف ذلك، باستثناء ما حدث الحقيقة وليس هذه المرة من قبل النظام ولكن من قبل الميليشيا الكردية. مناطق في أقصى شمال سوريا تم تفريغها من سكان العرب، المناطق الواقعة على وجه التحديد ما بين نهر البليخ من جهة ونهر الخابور، مناطق رأس العين والمبروكة والشريط الحدودي مع الجانب التركي تم تفريغها من سكانها العرب. ولكن هؤلاء كان لديهم مشروع واضح كردية. أليس كذلك دكتور رامي؟ وهو مشروع روجافا أو كردستان سوريا في شمال سوريا. معك كل الحق، كان هنالك من الواضح أن هنالك رغبة بتطهير هذه المنطقة من سكانها العرب وإحلال الأكراد مكانهم، حتى أن هنالك بعض الأكراد جاءوا من خارج سوريا وبدأوا في القتال داخل منطقة الجزيرة السورية، ولكن المشكلة أن ذلك يحظى بدعم دولي على عكس ربما في منطقة الجزيرة السورية وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية. الآن على سبيل المثال من يريد الدخول إلى منطقة الجزيرة السورية عليه أن يجد كفيلا حتى يستطيع الدخول إلى هذه المنطقة كفيلا من الأكراد، ولكن في منطقة الجزيرة السورية نسبة الأكراد لا تتعدى 30% أو حتى 40%. نحن نتحدث عن عشائر معروفة تاريخيا، عشائر الجبور وعشائر شمر وعشائر العقيدات والبقارة في هذه المنطقة بالذات، وبالتالي الآن يتم محاولة إفراغها تماما من سكانها العرب، خصوصا أنه لا يوجد على سبيل المثال نوفر ونقطة أخيرة، لا يوجد أكراد في مدينة الرقة على سبيل المثال، لا يوجد أكراد في مدينة دير الزور ولا حتى في فيها. وبالتالي يتم الضغط على سكان المدنيين من أجل خروجهم وإحلال العنصر الكردي في هذه المنطقة. أستاذ يفجيني، هل روسيا على دراية بهذا السلاح الذي تستعمله على إلى حد الآن إما نظام السوري أو إيران، الذي يغير تماما الخارطة الديموغرافية لسوريا؟ هل روسيا على دراية بذلك، ولو أن كل ما تقوم به هو أيضا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة هو يساهم في تعميق هذه التغيرات؟ أعتقد طبعا بأن روسيا على دراية كاملة بذلك، لأن روسيا لا تعيش في الفضاء البعيد عن الأرض، وبالتالي هذه المعلومات بشأن تهجير القصري وغير ذلك من المعلومات المتعلقة بالأوضاع المتأثرة من الناحية السكانية في هذه المناطق بلا شك أنها تصل إلى روسيا. ولكن الأمر الآخر أعتقد بأن روسيا تفضل ألا تتدخل الآن في هذا الأمر، وهي تنطلق دائما من ضرورة مكافحة الإرهاب الفصائل الإرهابية، رغم أن هناك كثيرين لا سيما في الدول الغربية وفي بعض دول المنطقة ما زال لا يثقون بهذه المبررات التي تسوقها روسيا الآن. ربما مع مرور الوقت سوف تتضح التفاصيل المتعلقة بهذا الموقف الروسي من خلال المعلومات التي قد نعرفها جميعا بعد الحرب بفترة معينة. الآن من السابق لأوانه الحديث عن المتغيرات الديموغرافية التي يمكن أن تطرأ على سوريا فيما يتعلق لاسيما بعض النتائج وبعد الانتهاء من الحرب في هذا البلد. وبالتالي أعتقد بأن روسيا الآن هي ليس من مصلحتها ربما الدخول في عمق هذه المسألة في عمق هذه المشكلة، ولكنها بلا شك على دراية تامة بالمعلومات. عندما سألت هل هي على دراية لم أقصد أنها تعرف بالمعلومات، أكيد أن المعلومات تصلها، ولكن قد تكون هذه التغيرات وهذه الخريطة الجديدة تضر بمصالحها، بما أن الكل الآن في سوريا من أجل الدفاع عن مصالحه الاستراتيجية والجيوسياسية. إذن ربما ستتدخل سوريا عندما يضر ببعض مصالحها هناك، أو تكون
مثلا المناطق لا تتماشى مع ربما وجودها الاستراتيجي هناك؟ لا أعتقد بأن روسيا ربما ستتدخل في هذا الأمر قريبا أو ربما على المدى المنظور من الآن، لأنها لا تعتقد برأيي طبعا أن مثل هذا الأمر قد يؤثر تأثيرا ملحوظا على التطورات القادمة المحيطة بالأزمة السورية. على أي حال حتى الآن لم ترد أي معلومة متعلقة بأي موقف تتخذه روسيا بهذا الشأن، وليس هناك من تصريح خاص بالمتغيرات الديموغرافية التي قد تطرأ على الأوضاع في سوريا من المسؤولين الروس. الأمر الآخر هو أن هؤلاء من المسؤولين الروس سواء من السياسيين أو العسكريين يتحدثون ويعتقدون بأن هذه المسألة أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها مسألة مبالغ فيها بشدة. طيب سأطرح هذا السؤال على أستاذ إياد. أولا أستاذ يفجيني يقول أنه من المستبعد أن نفهم كيف ستكون التغيرات مستقبلا وتأثيرها على سوريا وأنها مبالغ فيها، هل هذا صحيح من وجهة نظرك وأنت تتابع الأمر على مقربة؟ ربما يكون هذا هو الرأي السائد في موسكو، ولكن ليس بالضرورة هذا هو رأي صحيح. أنا باعتقادي أن هناك مصالح روسية إقليمية ودولية الآن في لعب الورقة الإيرانية في سوريا من قبيل مضايقة الولايات المتحدة. أي مصلحة جيوستراتيجية لروسيا في المنطقة تقوم على إزعاج الولايات المتحدة، والآن إيران تشكل لاعبا مهما في هذا الموضوع، وبالتالي الأطماع الجغرافية والديموغرافية لإيران في العراق وسوريا ولبنان تخدم على الأقل مرحليا الغاية الروسية. وأزعم أنها لا تزعج إسرائيل أصلا كثيرا، يعني وجود فتنة سنية شيعية في المستقبل المنظور لا يمكن أن يزعج إسرائيل على الإطلاق، لا سيما وإذا تمكنت إسرائيل من حماية مصالحها في الجنوب السوري. نحن نتكلم عن نوع من المناطق البفر زونز، يعني المناطق العازلة التي تريدها إسرائيل، تريد تنظيمها مع إيران. وكل الضربات التي واجهتها إسرائيل على الداخل السوري كانت ضربات تأديبية، وبإسرائيل لو كانت جدية فعلا بالتخلص من النظام السوري باعتقادي كانت عملت على ذلك عبر اللوبيات داخل موسكو وداخل واشنطن، ولكنها لا تفعل ذلك. طيب أستاذ إياد، أنا أود أن أبقى معك في نقطة مهمة، أود أن أبقى معك. نعم هي الكثير من الفوضى والصراعات المتداخلة، ولكن مشكلة التغير الديموغرافي حتى نكون واضحين هي لا تهم فقط سوريا، هي لديها الكثير من التداعيات حتى في رسم الخارطة الإقليمية في المستقبل، أليس كذلك؟ بطبيعة الحال. أصلا ما هو الفرق بين النسيج الاجتماعي والسكاني والديموغرافي بين غرب العراق والشرق السوري؟ تقريبا لا شيء، نفس قبائل الفرات الأوسط هي نفسها كما تفضل الدكتور رامي، يعني الجبور والشمر هي نفس القبائل التي تمتد من الموصل إلى دير الزور والرقة وجنوبا إلى شمال الجزيرة العربية. النسيج الاجتماعي واحد، وبالتالي التهجير الذي حصل في غرب العراق وشمال العراق ويحصل الآن في الشمال السوري ومناطق والآن بالغوطة هو نفس الإيقاع ونفس الاستراتيجية. بعد الفاصل سنعود للحديث عن الملف السوري، روافد التأزم ومنصات الحل، ابقوا معنا. نواصل هذا الحوار معكم مشاهدينا الكرام. أعود إلى دكتور رامي. دكتور، موسكو أطلقت هي هذه المفاوضات للهدنة حول الغوطة في الشرق في الغوطة الشرقية في مجلس الأمن. واشنطن سلحت قوات سورية الديمقراطية، قصفت تقريبا 100 روسي يسمون من المرتزقة، أيضا وافقت على بيع أسلحة واشنطن إلى أوكرانيا. هل هذه التطورات كلها هي حرب باردة وقودها وأرضها سوريا؟
اسمح لي بداية نوفر أن أعلق على ما ذكره ضيفي من موسكو السيد إفجيني فيما يتعلق بأن روسيا ليست على دراية في التغيرات الديمغرافية التي تحدث على الأرض السورية. الحقيقة أن ما حدث على أرض الواقع خلال السنوات الماضية وخصوصا في مدينة حلب يشير إلى أن روسيا تعلم تماما حجم هذا الموضوع. لقد تعهدت روسيا سواء الفصائل التي كانت تقاتل في مدينة حلب أو حتى للجانب التركي بأن بعد الخروج للفصائل وسكان المدنيين سوف تدخل قوات الشرطة العسكرية الروسية وهي شيشانية بالأصل أو عناصرها شيشانيون إلى هذه المنطقة ولا يحدث تغيير ديموغرافي. وبالتالي كانت روسيا مدركة تماما لهذا الموضوع. حتى المفاوضات التي تجري مع الفصائل المقاتلة الآن في الغوطة جاء عرض الروسي بأن تدخل قوات من الشرطة العسكرية الشيشانية إلى مناطق الغوطة إذا ما قرر الفصائل التسليم للجانب الروسي بالخروج. وبالتالي هذه نقطة على غاية من فيما يتعلق بالتفاهمات، لا أعتقد أن هنالك حل سياسي يلوح بالأفق للملف السوري. نعم هنالك صراع ما بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية على الأرض السورية. هنالك كانت تفاهمات خلال السنوات الماضية، ولكن الآن هنالك متغير على غاية من الأهمية نوفر. الآن هنالك استراتيجية أمريكية باتت أكثر وضوحا. هنالك وجود عسكري موجود على الأرض، هنالك منطقة نفوذ، هنالك قاعدتين، وهنالك قاعدة مفهومة في الميلان، ولكن هنالك قاعدة أخرى موجودة في التنف. وبالتالي أهداف الولايات المتحدة الأمريكية الإبقاء على السيطرة على منطقة الجزيرة السورية، دعم قوات سوريا الديمقراطية، القضاء على بعض الجيوب التابعة لتنظيم داعش، محاصرة الممر الاستراتيجي الذي تريد إيران إنشاؤه من طهران إلى الضاحية الجنوبية. هل روسيا هي على نفس الخط مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ باعتقادي أنه تحدث تباينات بين الفينة والأخرى، ويحدث أحيانا بعض الاحتكاك. سقوط طائرة السوخوي قبل أيام قليلة أو قبل أسبوعين حقيقة كان مؤشر على أن هنالك، وهذا ما اتهمت به روسيا الولايات المتحدة الأمريكية بأن لها ضلع فيما حدث. أيضا قصف المرتزقة الذي تحدثت عنه في المنطقة الشرقية. وبالتالي كل طرف يدافع عن مناطق نفوذه ويريد أن يثبت تواجده على الأرض السورية حتى بالقوة. لذلك باعتقادي أن الآن ما تكرس هو حالة من التقسيم، إذا شئت تقاسم مناطق النفوذ. هنالك صراع، ولكن لا يريد أي من الأطراف لا روسيا ولا الولايات المتحدة الأمريكية الصدام على الأرض السورية، وهذا يبعد إلى حد كبير الحل فيما يتعلق بالأزمة السورية. طيب إذا لا حل عسكري ولا حل سياسي أيضا، سيد يفجيني على ماذا ارتكز إذن اليوم في تصريحاته لافروف عندما قال الوضع مناسب لاستئناف العملية السياسية؟ لافروف يرتكز ويستند إلى يعني ربما نتائج أو مخرجات مؤتمر سوتشي وما تبعه من موافقة واستحسان ومباركة لنتائج مؤتمر سوتشي رغم كل المشكلات والمعضلات التي كانت تواجهه هذه المنصة، وهي لكنها يعني لقيت أصداء إيجابية حتى من قبل خصوم روسيا فيما يتعلق بالأزمة السورية. ستيفان دي ميستورا، الولايات المتحدة، الدول الغربية كلها رحبت كون روسيا وافقت على أولوية منصة جنيف، علما بأن منصة سوتشي كما قال وما زال يقوله العديد من المسؤولين الروس تعتبر منصة مساعدة أو مرافقة للعملية السياسية التي يجب أن ترتكز أصلا إلى مباحثات جنيف. هذا أولا. ثانيا، لابد من القول إن روسيا عموما موقفها كان دائما يقوم على أن الحل السياسي لا بديل له، رغم أن هذا التأكيد يبدو بديهيا إلا أن التطورات التي تجري في سوريا خلال الفترة الأخيرة بشكل خاص تدل على عكس ذلك. طبعا يمكن الحديث عن مناطق نفوذ، ويمكن الحديث عن سعي روسيا والولايات المتحدة لتجنب تصادم مباشر، ولكن هناك إحساس لا يفارقني في الفترة الأخيرة لأن الولايات المتحدة تسعى متعمدة لتأزيم هذا التوتر وللتصعيد، لا سيما إذا أخذنا حادثة المرتزقة الروس وما حدث في دير الزور في 7 فبراير، حيث استخدمت الولايات المتحدة قاذفات قنابل B-52 الموجودة حسب مختلف المصادر إما في قطر وإما في أوروبا. زمن التحليق أو الوصول هذه الطائرات من هذه المناطق إلى دير الزور
لم يكن ليقل عن ساعة ونصف، وهذا يعني أن الولايات المتحدة كانت على دراية مسبقة بهذا الاستهداف وبهذه الضربة التي كانت تخطط لها. بالتالي موقف الولايات المتحدة إزاء هذه التطورات لا يثير أي شكوك في حقيقة سعيها لإزاحة روسيا من الحلبة السورية، وبالتالي ربما محاولة السيطرة على التطورات هناك خلال الفترة القريبة القادمة. ورغم ذلك ما زال متفائلا لافروف أن هناك حلا سياسيا لهذه الأزمة. أستاذ إياد، جولات مفاوضات عديدة بوتيرة سريعة، منصات مختلفة من أستانا لجنيف لسوتشي، هل هنا يبدو أستاذ يفجيني متفائلا بمخرجات سوتشي، ولكن هل ما زالت أي منصة ممكن تحمل الحل سياسيا للملف السوري؟ الواقع أنه الدبلوماسية الروسية تعتمد اعتمادا كبيرا أولا على المنجزات العسكرية على الأرض، تغيير الواقع الاستراتيجي على الأرض، والأمر الثاني هو السلبية الدولية سواء كانت من الولايات المتحدة أو من أوروبا الغربية. ليس هناك أي موقف دولي جاد لمواجهة الخطة الروسية إذا كان هناك فعلا خطة متجانسة وطويلة الأمد لروسيا. أنا باعتقادي أنه لافروف حتى الآن يناور بنجاح، واعتمد منذ البداية على وئد مسار جنيف. أساسا أستانا كانت بديلا عن جنيف، شئنا أم أبينا، ورطت روسيا فيها الأتراك بعد حادث إسقاط الطائرة، وورطت فيها أيضا القوى المعارضة المسلحة في سوريا، جلبتهم ليكونوا عمليا شهود زور على مسار سياسي يتجاوز المبادئ الأساسية لجنيف، وعلى رأسها الانتقال السياسي. حولت الأزمة السياسية التي هي عمليا أزمة سياسية منذ البداية إلى مسألة عسكرية تحلها الفصائل المتقاتلة والقوى الداعمة لها، يعني من الجانب الإيراني والجانب التركي، وروسيا تكون الحكم في ظل غياب المجتمع الدولي، غياب الأمم المتحدة، غياب الولايات المتحدة وأوروبا الغربية. هذا ما حصل. وبعد ذلك بعدما وجدت أن مسار أستانا أتى أكله تماما، انطلقت أبعد من ذلك إلى مسار سوتشي، وقررت أن تكون سوتشي مسارا بحد ذاته من دون المعارضة السورية كليا، يعني عقدت صفقة فوق رأس المعارضة السورية نفسها، ولم ما عادت الأمر وكأنه يمس حياة السوريين أو مصير سوريا أو ما تبقى من مفهوم لسوريا واحدة موحدة. المؤسف بالموضوع أن لغة الحرب الباردة بين موسكو وواشنطن اليوم يتبادلان الكرة بينهما ويتقذفانها، الجانبان كل جانب منهما يتهم الآخر بأنه يعمل على تقسيم سوريا. عمليا الاثنان بينما كل منهما يحاول البرهان على أنه حريص على سوريا واحدة موحدة، عمليا هذا ما يفعله بالضبط، هو يقسم سوريا فعليا. أستاذ رامي، طبعا لا ترى أن هناك حلا سياسيا في الأفق، الحل والحسم العسكري هو ما زال بعيد المنال لأي طرف من الأطراف. لو نأخذ موضوع الغوطة الشرقية حتى أعود إليه، هل كيف سنرى السيناريوهات المستقبلية إذا ما سيطر النظام مع كل الأطراف التي تحميه وحلفائه على الغوطة؟ هل سيفرض هذا معادلات جديدة في الصراع الدائر؟ وإذا لم يتمكن أيضا وطال أمد هذا الحصار، كيف ستكون أيضا السيناريوهات المستقبلية؟ باعتقادي أن روسيا الحقيقة خصوصا خلال السنة الماضية عملت بشكل كبير على أن توجد في سوريا طائف آخر، بمعنى أن تكون هنالك توافق ما بين الشرائح الاجتماعية، وتكون روسيا هي اللاعب الأساسي، هي الذي يمسك بكل الأوراق كما كان النظام السوري في لبنان، ولكن ذلك واجه معارضة. كما تعلمين أنه قبيل سوتشي جرى اجتماع هنا في باريس ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا بالإضافة للمملكة العربية السعودية والأردن
الأردن وجرى عمليا رفض سوتشي، ولذلك سوتشي باعتقادي أنه لا يجب التعويل عليه لأنه أصبح وراء ظهورنا كانت محاولة روسية، وباعتقادي أن هذه المحاولة فشلت. هذه نقطة. النقطة الثانية أن دخول الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر وتحديد مناطق النفوذ أيضا هذا غير المعادلة. كما تعلمين نوفر كنا نتحدث عن سوريا المفيدة، الآن سوريا المفيدة هي التي تسيطر عليها الولايات المتحدة الأمريكية، أكثر منطقة لها أهمية استراتيجية، فيها النفط وفيها الزراعة وفيها مورد سوريا الاقتصادي. وبالتالي الآن روسيا باعتقادي أنها أمام واقع جديد، وهذا الحقيقة ما يدفعه أكثر وأكثر للسيطرة على منطقة الغوطة، لعل ذلك يعيد توازن ويعيد الأهمية المطلقة للجانب الروسي، لأن روسيا خلال السنتين الماضيتين وحتى قبل بداية هذا العام كانت هي اللاعب الأساسي والوحيد يكاد يكون على الساحة السورية. الآن هنالك لاعبين آخرين. الآن باعتقادي أن السيناريو فيما يتعلق بالغوطة سوف تستمر روسيا والنظام وإيران في مهاجمة الغوطة حتى السيطرة عليها، ولا يبدو أن هنالك معارضة دولية حقيقية وفعالة. وبعد ذلك الحقيقة باعتقادي أن كل طرف سوف يحافظ على مناطق نفوذه، وبالتالي الإطار أي حل سياسي لن يمكن الحديث عن سوريا موحدة في إطار مناطق النفوذ هذه، يمكن الحديث عن سوريا فيدرالية، ولكن باعتقادي أننا في ذروة هذا الصراع الإقليمي والدولي على الساحة السورية. حتى أختم بسؤال واحد أيضا ولكن على السريع، هل نحن أقرب من سوريا مقسمة منها موحدة؟ أبدأ معك دكتور رامي. باعتقادي الآن ما يحدث على الأرض أن هنالك سوريا مقسمة، ولكن هل يمكن تكريس ذلك في إطار نهائي؟ باعتقادي أن من المبكر قول ذلك، خصوصا أن ذلك سوف يؤدي إلى تغييرات على المستوى الإقليمي، لذلك أستبعد أن يتكرس ذلك بشكل رسمي. ربما يتم الحديث عن فيدرالية أو كونفدرالية، لكن باعتقادي الآن من المبكر إعطاء وجهة نظر واضحة في هذا الإطار. ماذا عنك سيد يفجيني؟ الآن طبعا ما يجري في سوريا هو كأنه يمهد لتقسيم سوريا مستقبلا، ولكنني متأكد من أن روسيا وربما حتى الولايات المتحدة رغم كل ما يقال عنها وأنها تسعى لتقسيم سوريا، إلا أن تفاهما واضحا بين هذين اللاعبين المهمين في الساحة السورية وربما بدور أكثر فاعلية من قبل الأمم المتحدة سوف يساعد المجتمع الدولي على إيجاد حل عادل لهذه القضية والإبقاء على سوريا موحدة. نعم سيد إياد أختم معك. التقسيم الواقعي موجود حصل، التقسيم القانوني يعتمد كثيرا على 4 لاعبين أو 5، روسيا وأمريكا، تركيا وإيران وإسرائيل. بهذا وصلنا إلى نهاية حلقتنا من قابل النقاش والتي كان عنوانها الغوطة وسط القصف والحصار بعد القرار الأممي بوقف إطلاق النار. أشكر باسمكم ضيوفنا الكرام الذين أثروا النقاش. كان معنا من باريس الدكتور رامي خليفة العلي الباحث في الفلسفة السياسية، من موسكو الصحفي والمحلل السياسي الروسي يفجيني سيدروف، ومن لندن السيد إياد أبو شقرة الكاتب والمحلل السياسي. كما يسعدنا أيضا أن يستمر تفاعلكم مع كل ما جاء في الحلقة عبر صفحة قابل النقاش على الفيسبوك وتويتر ويوتيوب وموقع مؤسسة دبي للإعلامي على الإنترنت، حيث يمكنكم مشاهدة هذه الحلقة والحلقات الماضية. قتلت السنوات السبع العجاف التي أتت على الأخضر واليابس في سوريا آلاف الأطفال، قتلت البراءة أيضا في من بقي منهم على قيد الحياة. الطفل السوري محمد نجم صار من حيث لا يدري مراسل حرب ومصدر معلومات هامة لوسائل الإعلام، تتابع ما ينشره من تغريدات توثق ما يجري في الغوطة من قتل ودمار لحظة وقوعه. ليست المرة الأولى، ففي أوج دمار حلب لفتت الطفلة السورية بنا العابد أنظار الملايين حين كان حسابها على تويتر مصدر المعلومات حتى للوكالات والمحطات الفضائية الكبيرة. أطفال سوريا شاهدوا من مشاهد الدم والقتل البشع أكثر مما شاهدوا من أفلام الكرتون. لكم الله، إلى اللقاء.